اكيد بينك وبينها في شغلات اسرار وشغلات عشق، اصلا بنتي اعشقها مثل كنت كثر ما اقدر اهيئ لها الجو المناسب للمذاكره. والله يوم بالعمر يوم بالعمر احلى سنه 24. نتمنى لها الخير والتوفيق ان شاء الله في مرحلتها القادمه، وهذه البدايه، فاتمنى ان يوم من الايام اشوفك ايضا بالجامعه ونسوي معك نفس اللقاء وندعمك ايضا ان شاء الله نتخرج من الجامعه. الف مبروك، تستاهلين. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. وعليكم السلام. نبي حور كاهي فوق حين تنزل لكم. هي خالة. خالتها هي مثابة الأم. طبعا أكيد. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان. أب عظيم وأم عظيمة، لأن ما في مثلهم من ناحية دعمهم المعنوي وحبهم ودعائهم لي. آخر العنقود. اوكي شوف قصة عشق دائما مختلفة آخر العنقود، ها؟ يعني تقريبا يعني ها الدلع. انا والله انا ابوي حنون ما في مثله صراحة. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا اجمل فرحة ما اقدر اصف لك اياها، فرحة 24. هذا التفوق تهدينا حق من؟ اهديه حق امي وحق الكويت وحق مدرستي الجزائر، حق اهلي كلهم. بنيتي الاولى على الكويت، جهدها تعبها، سهرنا الليالي اثنيننا، الحمد لله وايد انا فخوره ومستانسه. كنت مثل اقعد وياها، امها كانت احس هي اللي قاعد تدرس مو بنتي، مثل كانت مجابل وياها 24 ساعه، مثل كانت تقعد لا صلاة الفجر امها قاعده معاها. التوتر والاكتئاب هو كان يعني يحاول يوخره كثر ما يقدر، كان دائما يخلقني الاجواء اني اقعد ادرس، كان حتى يوديني الجامعه عشان ادرس. اليوم اول شيء نقول لك الف مبروك، تستاهلين، الوطن يحب يكرمك، تكريم بسيط ومو قدرك، لكن ممكن اللابتوب يفيدك حق مرحلتك الدراسيه القادمه، والف مبروك، تستاهلين كل خير، تفضلي. الله يعافيك، هذه هدية بسيطة طبعا مو بقدركم اكيد، من بنك الكويت الوطني حق مرحلتها القادمة ان شاء الله. خريجنا يا فرحته، انجازي نور سيرته، وبالاخص صدف